فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ابني عمره 26 عاما، ولم ابني يقول عمره 26 عاما ولم يصلي الأوقات المفروضة، قد نصحته لأكثر من مرة ليحافظ عليها ولكنه لم يستمع إلي، يقول: ماذا أصنع معه حتى لا يكون علي ذنب؟ إذا كان يستقل بنفسه ويعيش فاطرده، لا يبقى عندك. أما إذا كان ما يستقل بنفسه ولا يستطيع أن يعيش، فاصبر عليه وأنفق عليه، ولا تزال تأمره بالصلاة، تلزمه بالصلاة، يعينك الله إن شاء الله ويهديه الله، يفتح الله على قلبه، لا تيأس. نعم.